أهلا بكم من اسطنبول، معكم أحمد صبحي في حلقات خاصة جديدة نقدمها من تركيا من برنامجكم مع الحكيم. نركز في هذه الحلقات على خيارات العلاج في تركيا التي استقبلت في عام 2021 نحو 650 ألف زائر لتلقي العلاج، لتحافظ تركيا على تقدمها في قائمة الدول العشر الأولى في السياحة العلاجية عالمياً من حيث عدد المستشفيات المجهزة والجودة والتكاليف. واليوم نقدم لكم خيارات مختلفة لزراعة وتجميل الأسنان فضلاً عن علاج متوفر لمرض خطير. التفاصيل بعد العناوين. لماذا اختارت الأمريكية إيمي إليزابيث مركز أسنان تركي لإجراء زراعة أسنانها من بين عدة خيارات حول العالم؟ ليست اسطنبول وحدها، مدينة دينيزلي التركية تستقطب أيضاً زواراً لزراعة وتجميل الأسنان. مستشفيات تركية تقدم علاجات متطورة للمرض الخطير الالتهاب الرئوي المزمن. أشار موقع Health in Everywhere المتخصص في تقديم معلومات حول خدمات السياحة العلاجية، أشار إلى أن السياحة العلاجية في أوروبا تتجه بقوة نحو تركيا، وذلك بفضل الأسعار التنافسية فضلاً عن الجودة وعدد المستشفيات والمراكز الطبية المجهزة في مجالات الجراحة التجميلية وزراعة الشعر، جراحة القلب، جراحة العظام، الأورام وصحة الأسنان والتخصيب المخبري. وقد حققت تركيا في 2021 أكثر من مليار دولار عائدات من تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للأجانب. هذا وتعتبر تركيا محطة عالمية لرسم ابتسامة أجمل مع تحول مدينة اسطنبول إلى مركز جذب في مجال السياحة الطبية وخاصة تجميل الأسنان. وتستقطب زراعة الأسنان وتبييضها وتجميلها وتوريد اللثة وغيرها من التقنيات التجميلية العديدة من الجنسيات العربية والغربية. ومن بين مراكز الأسنان المميزة في اسطنبول مركز دينتا أكاديمي الذي يوفر امتيازات كبيرة للوافدين من الإقامة والترجمة والتنقلات وغيرها. ويعمل المركز على تحسين أوجه القصور الوظيفية في الأسنان البديلة. وقد تكون زراعة الأسنان أمراً مكلفاً في العديد من الدول، لكن الوضع مختلف عند التفكير في زراعة الأسنان في تركيا، حيث تكون التكلفة أقل بكثير بسبب المنافسة العالية بين المراكز المميزة في مجال الزراعة. معنا في الاستوديو دكتور أمور أريكان، استشاري طب تجميل الأسنان في مركز دينتا أكاديمي في اسطنبول. أرحب بك دكتور أمور، أهلا وسهلا في استوديو برنامج مع الحكيم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، أنا أيضا سعيد جدا على هذه الاستضافة والدعوة اللطيفة من قبلكم. دكتور، في البداية بالطبع نحن في هذا البرنامج نقدم خيارات للجمهور العربي لمن يسعى للسياحة العلاجية في تركيا، ونحاول أن نساعده على اختيار مكان مناسب، ولذلك نريد أن تحدثنا عن مركز دينتا أكاديمي. ما الذي يقدمه للمرضى الأجانب القادمين من الخارج؟ دينتا أكاديمي تقريبا منذ 6 سنوات تم تأسيسها، وهي على مستوى تركيا أستطيع أن أقول أنها من أكبر المراكز التي تستقطب الأجانب، فلذلك على المدى الوطني أي على مدى تركيا وإذا على المدى العالمي فهي من المراكز القليلة التي حائزة على شهادة ممارسة الصحة العلاجية السياحية، وأيضا
الآن الشهادة الدولية بأنها من المراكز الأوائل في العالم من قبل جلوبال كلينيك ريتينج التي تم إعطاء أو أخذ شهادة من قبلها، فهي مرخصة وطنيا ومرخصة عالميا من جلوبال كلينيك ريتينج. هناك 130 عيادة، فهي الأولى فيما بين هذه العيادات الدولية. فلذلك لا توجد عيادة أخرى أو مستشفى لعلاج الأسنان قريب منها الآن في تركيا بهذا المستوى المتقدم. نعم، لماذا نأتي إلى تركيا؟ لأن تركيا دولة جميلة في البداية، فلذلك تستطيعون أن تأخذوا بمستوى أوروبي الخدمة هنا في تركيا. حتى أدعي وأقول أنه الآن أصبحنا أحسن من المستوى الطبي في علاج الأسنان هنا في تركيا. هذا شيء، وأيضا الأمر الآخر دون أن تشعروا بأي مشاكل هنا في تركيا، فتركيا قريبة على خاصة على الوطن العربي ثقافيا. نحن لم نفترق أبدا كشعبين، دائما نحن أحببنا بعضنا، توجهنا إلى قبلة واحدة، وأيضا أدينا وظائف عبادتنا في نفس الجوامع والمعابد. فلذلك فأنا كشخص من أصول كان لدي شخص من أصول سورية عفوا، فهو من أصل عربي ونحبه كثيرا، مثلا يعمل معنا، ولأنه لديه بعض المشاكل، طبعا الأزمة السورية كما تعلم، أتى إلى تركيا ويقول من الجيد أن تركيا موجودة ومن الجيد أنكم أنتم أصدقاء. نقول ونحن أيضا نقول هذا، فنحن دائما أحضن مفتوحة للأخوة العرب. طيب، مركز زينتا أكاديمي يقع في الجانب الأسيوي من إسطنبول، هل هذا ميزة أم عيب؟ ونريد أيضا أن نعلم كيفية استقبال المرضى الأجانب والتعامل معهم، ما الذي يقدمه المركز لهم؟ في البداية أستطيع أن أقول أنها ميزة، وبشكل متميز ميزة. كما تعلمون إسطنبول هي مدينة مكتظة، فلذلك هناك الوضع بالنسبة للمرور وبالنسبة للكثافة السكانية أقل من الطرف الغربي أو الشطر الغربي لإسطنبول. أيضا جزر الإمارات قريبة علينا كثيرا، فلذلك هي سياحيا وكموقع جوها نظيف أكثر وغير مكتظة. يعني أيضا جنبنا هناك فندق بخمسة نجوم قريب منا بخمس دقائق فقط، فلذلك ضيفنا عندما يأتي إلينا بالفندق الذي نعمل معه خمس دقائق مشي من هنا هناك. مثلا من أي مطار سيأتي، من مطار إسطنبول الدولي أم من صبيحة جوكتشان، فمن المطارين قبل أن يأتي طبعا إلينا أن يرسل لنا الصور الإشعاعية للأسنان إذا كان أمكن هذا، والتحاليل التي نطلبها، ونقوم بالتحادث معه ونعطي السعر. إذا اتفقنا على كل شيء يأتي من المطار نستقبله، ويأتي إلى الفندق بعد الاستضافة، يأتي إلى عيادتنا ونقوم بالمداخلة الأولية، ونقول أن الخطة العلاجية هذه هي. إذا كان هناك اختلافات عن الشيء الذي ذكرناه قبل أن يأتي إلى إسطنبول نتحدث معه، وبعد ذلك نجد الحل المشترك الذي يرضيه ويرضينا. طيب نعم، ما رأيك دكتور أن نشاهد معا هذه التجربة العملية للسيدة إيمي إليزابيث الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة لعلاج وتجميل أسنانها في تركيا مع ضيفنا دكتور أمور أريكان، ونتابع كيف خرجت بالنتيجة التي كانت تتمناها حسب ما قالت. Hi, my name is Amy. I'm from New York City. مرحبا، أنا إيمي إليزابيث، أتيت إلى تركيا من مدينة نيويورك الأمريكية. منذ فترة كنت أعاني من مشاكل بالأسنان وفقدت بعضها، وبعد بحث طويل عن أفضل مراكز علاج الأسنان وصلت إلى مركز دانتا أكاديمي في إسطنبول، وبالفعل قررت وبدأت رحلتي إليهم. وخلال مدة بسيطة قام الطبيب بعلاجي وحل كل مشاكل أسناني. من تجربتي أنصحكم بألا تخافوا واختاروا المكان قبل العلاج. إذن دكتور، تابعنا هذه الحالة للسيدة إيمي إليزابيث القادمة من الولايات المتحدة للعلاج هنا في تركيا، وعندما زرنا المركز يعني شاهدت بنفسي العديد من الحالات
من بريطانيا تحديدا عدد كبير من المرضى القادمين من بريطانيا ومن دول أوروبية مختلفة. فلو توضح لنا، هل هذه السيدة جاءت فقط من أجل التجميل أم أن كان هناك أيضا إجراءات علاجية لأسنانها؟ طبعا كان لديها العديد من المشاكل التي تعاني منها، ليست تجميلية فقط وإنما كانت تحتاج إلى مداخلة علاجية. وقبل كل شيء كانت تخاف، كان لديها رهبة من طبيب الأسنان. أنا قمت بقسم من العلاج لديها، نحن أعطيناها ضمان أنه لن تشعر بأي ألم في أي مرحلة من مراحل العلاج. يعني كان هناك علاج لخلع الأسنان إلى خلع بعض الأعصاب ربما وغير ذلك، مداخلات جراحية كلها قمنا بها، ولكن لم تصدق أبدا أنها مرت كلها بلا ألم. طبعا نحن نستخدم هنا أدوات وتقنيات متقدمة جدا، نحن إلى جانب ذلك جودة الكادر الطبي عالية جدا. نحن ماذا نقدم للمرضى؟ أولا حسن الضيافة، اثنين لدينا علاج متقدم جدا عالي الجودة وأيضا بشكل سريع. مثلا مريضنا أتى إلينا وكان خائف جدا من إنجلترا أو من إيرلندا بالضبط لا أذكر، كان يخاف كثيرا. يعني قمنا بتخدير عام، نحن اقترحنا عليه التخدير العام مع التخدير العام مع أطباء المتخصصين طبعا في هذا الموضوع. كان لديه مشاكل في الفك وقمنا بزرع الأسنان الاصطناعية، وعندما استيقظ من التخدير العام لم يصدق لأنه اختلف تماما، كانت الأسنان موجودة في فكه. نحن نستطيع أن نقوم بزرع الأسنان بالتخدير العام. أيضا الغرب الذي ليس ملم بشكل كبير على هذا القسم الذي نحن حائزين عليه، وهو التجربة الفعلية العملية الهائلة الموجودة. يعني أغلب المرضى يأتون إلينا يقول لا يوجد عظم أبدا في فكي ولا أستطيع أن يزرع الأسنان، أو لدي مرض سكري ولا يجرى، لا يطبق. هكذا يأتون. لماذا؟ لأن الأطباء الآخرين قالوا هذا، ولكن نحن فترة وجيزة أنجزنا ما لم يستطيع أن يقوم به دكتور الأخير. لو تسمح لي دكتور، سنشاهد الآن عددا من الحالات المختلفة لفقد الأسنان وهي من الحالات الصعبة، ثم التعويض بالزراعة، ونستوضح منك دكتور أمور كيف تم التعامل معها. ولكن يعني أريد أن يكون الشرح موجز وسريع حتى نستطيع أن نستعرض كل الحالات، ربما يشاهد بعض الجمهور أنفسهم في هذه الحالات. نبدأ بالحالة الأولى. يعني هذا صراحة سأتمتع في شرح هذه الحالة لأنه كانت سيئة جدا، ووصلنا إلى نقطة حميدة جدا. يعني كان لديه عدة أسنان وكنا مضطرين لخلعه لأن أيضا كانت مسوسة. ذهب إلى أطباء آخرين وقال أنه لن تستطيع أن تستخدم الأسنان حتى الاصطناعية منها، أي تعويض الأسنان، وتستطيع أن تستخدم بدلة مؤقتة ربما. ولكن أتى إلى هنا ونحن قمنا باستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد وأشعة السينة وغير ذلك في البداية، وثبتنا أو حددنا ما هي النقاط التي نستطيع أن نزرع فيها، نغرس فيها السن المزروع. فقمنا أربع أسنان زرعناها، وفي الأسفل ستة في جلسة واحدة فقط. وبعد 24 ساعة وضعنا البدلة المؤقتة على هذه الأسنان المزروعة، وبعد 3 أشهر أتى إلينا ووضعنا خلعنا البدلة المؤقتة ووضعنا الأسنان الدائمة الاصطناعية الدائمة، وأكل الكباب بعد أن خرج. تخيلوا، يعني قال هذه معجزة. استمتع بالكباب التركي. طيب سنشاهد حالة أخرى، ربما نستكفي بحالتين لضيق الوقت، ولكن أريد سريعا دكتور لأن لدي بعض الأسئلة الأخرى. تفضل. هذا المريض كان أسوأ من الحالة الأولى لأنه لم يكن هناك حتى عظم في الفك السفلي تقريبا للزرع، وقيل أن هذا مريض مستحيل أن نقوم عملية زرع أسنان أبدا. أستطيع أن أقول أخي أحمد أن لا يوجد شيء اسمه مستحيل في عيادتنا، لا يوجد هذا الشيء. نحن نستطيع أن نقوم بكل شيء، ولكن بالطريقة
بالطريقة الصحيحة بالأدوات الصحيحة. كما قلنا نحن ما هو شعارنا، كل ده له متخصص، يعني الذي يقوم ب يعني طبيب الأسنان لا يقوم بكل شيء، عملية زرع أسنان وعملية جراحية الأخرى والتخصص، لا، كل طبيب متخصص لديه حالات يقوم بمعالجتها فقط. يعني الطبيب الذي يقوم بمثلا خلع الأعصاب شيء آخر، والذي يقوم بزرع الأسنان شيء آخر، وكل على حدة وتخصصه. هنا أيضا في هذا المريض بعد 3 أيام استطعنا أن نأكل، 3 أيام فقط. طيب أعتقد نأخذ حالة أخرى أم نختم بسؤال مهم؟ نستعرض هذه الحالة كذلك، حالة أخرى. هذا المريض كما ترون في الصورة هو في عمر متقدم تقريبا آخر 20 سنة، ذكر أنه لم يحدث أي شيء تقدم، يعني خاصة هذه امرأة، يعني أن يكون لها أن لا تستطيع أن تبتسم جراء أسنان، هذا شيء صعب للغاية. 20 سنة وهي بلا أسنان، لا تستطيع أن تبتسم بسبب أسنانها وتخجل من ذلك. نحن نقوم بتصميم الابتسامة الجميلة، فلذلك هذا مهم. عندما أتت هذه المريضة لسنوات طويلة بلا أسنان، فبعد 3 أشهر فقط، تخيلوا من الصورة على اليسار لليمين فقط 3 أشهر، فعندما رجعت إلى الصورة أوضح من أي كلام، والفرق ما بين قبل وبعد. دكتور أمور، أريد أن أختم معك بسؤال مهم لضيق الوقت، وهو ماذا بعد مرحلة العلاج ومغادرة المريض للخارج؟ هذا مريض قادم من الخارج للعلاج أو للتجميل ويعود إلى بلده، في حال لديه أي شكوى، في حال حصلت أي مضاعفات، كيف يتم التعامل مع هذا الأمر من قبله؟ طبعا لدينا حلول ونقترح التالي. أولا، من أجل أن يتم الفهم بشكل جيد، نحن نواجه القليل من المشاكل الراجعة صراحة. لماذا؟ لأنه نعمل بشكل دقيق وبانتباه كامل، ولكن أحيانا طبعا يحدث هناك مشاكل. كيف مثلا نوجهه إلى العيادات التي نتفق معها في بلده، ربما لبعض التصوير أو لبعض المداخلات. إذا كانت هذه المشكلة بسيطة يستطيع أن يتطبب مجانا في العيادة الموجودة في بلده، ولكن إذا كانت أكبر من ذلك نقوم بدفع أجرة الطيران وأيضا الفندق لكي نعيد ما هناك من الاضطرابات. دكتور أمور أريكان، استشاري طب الأسنان التجميلي في مركز دينتا أكاديمي باسطنبول، شكرا جزيلا على هذا اللقاء وكل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا يا دكتور. نواصل مشاهدينا وبعد الفاصل. تركيا تقدم علاجات متطورة لمرض الانسداد الرئوي المزمن.